مشاهدينا الكرام، مساء الخير. نستهل نشرتنا البحرية هذا اليوم بإعلام هبوب رياح قوية سري المفعول لمدة 24 ساعة بداية من يوم الثلاثاء على الساعة 9 ليلا بالتوقيت العالمي، ويهم كافة مجالاتنا البحرية. تهب الرياح جنوبية شرقية ثم تتجه إلى جنوبية غربية شمالية غربية بشمال تونس وإلى شمالية غربية شمالية شرقية بشرق تونس وخليج قابس، قوة 7 إلى 8 من سلم بوفورم يعادل 28 إلى 40 عقدة. توقعاتنا الجوية الصالحة بعد الظهر بشمال تونس، طقس مغيم جزئيا، ريح جنوبية غربية شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل أحيانا إلى حدود 40 عقدة، البحر الشديد والاضطراب. بشرق تونس وكذلك بخليج قابس طقس مغيم جزئيا، ريح شمالية غربية شمالية شرقية من 25 إلى 35 تصل مؤقتا إلى حدود 40 عقدة، البحر الشديد والاضطراب، والروية تمتد من ميلين إلى 6 ميل. بالنسبة لهذه الليلة بشمال تونس، بعض الأمطار المتفرقة، ريح شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل مؤقتا إلى حدود 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب. بشرق تونس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة، ريح شمالية شرقية شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل مؤقتا إلى حدود 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب. وبخليج قابس سحب كثيفة ومؤقتا رعدية مع أمطار متفرقة، ريح شمالية شمالية شرقية من 30 إلى 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب فهائج، والرؤية تنخفض تدريجيا من 6 أميال إلى ميلين. تطور الحالة الجوية اليوم الغد إن شاء الله بشمال تونس، سحب أحيانا كثيفة، ريح من القطاع الشمالي 30-40 عقدة، البحر شديد الاضطراب. وأمطار متفرقة بجهة خليج الحمامات، ريح أيضا من القطاع الشمالي قوية من 30-40 عقدة، البحر شديد الاضطراب، والرؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. على منطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس سحب كثيفة مع أمطار متفرقة، ريح من القطاع الشمالي 30-40 عقدة، البحر شديد الاضطراب، والرؤية تمتد كذلك من ميلين إلى 6 ميل. نمر الآن إلى حركة المد والجزر. من إصفاقس متر و 56 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و 10 دقائق، متر و 58 سنتيمتر في حدود منتصف الليل و 24 دقيقة. من قابس متر و 91 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و 16 دقيقة، 47 سنتيمتر على الساعة 1 صباحا و 11 دقيقة. من جرجيس 91 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و 23 دقيقة، 27 سنتيمتر في حدود منتصف الليل و 28 دقيقة. كالعادة في الختام لمزيد من الإرشادات والمعلومات، أمامكم رقم الموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة SMS على الرقم 85012. في ختام هذه النشرة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.